صباح الخير. النهاردة هنشرح جزء من الاستراتيجي، واهلا بيكم في بيج يسوي. كان هنكمل باقي الاستراتيجي، هناخد جزء بسيط جدا زي ما احنا اتعودنا. احنا كنا وقفنا لحد الميثودز بتاع الهيلث اديوكيشن، وانا قلت ان انا عندي دايركت وان دايركت، والدايركت قلت زي ايه والجروب زي ايه. ماشي، اول حاجة هاخد الدايركت ميثودز اللي هو الطريقة المباشرة اللي هي بيرسونال ابروش. قال لي الادوكيتور اند ريسيفر، الشخص اللي هيدي الرساله واللي هيستقبلها، ار ان ذا سيم بليس، بيكونوا في نفس المكان اللي هو فيس تو فيس، شبه الانترفينشن يعني الانترفيو. سوري، ات هاز فولوينج ادفانتج. الادفانتج بقى بتاع الدايركت ميثود مهم ان انا احفظ ادفانتج بتاع اي حاجه وديس ادفانتج. قال لي الريسيفر كان اكستشينج ايديا وذ سيندر، ممكن ياخد معلومات وفكر من الايه السندر الرئيس. الادوكيتور الشخص اللي هيعلم بقى could be flexible، لازم يكون مرن، and change the content of the message، بيغير في محتوى الرسالة. there are more reaction، طبعا هو بيكونوا في استجابة اكتر، more attention انتباه اكتر، more remember و more attraction، بيتذكروا بسرعة. ماشي، يبقى ممكن اخد لحد more remember. Direct methods of health education could be direct to. Direct methods أنا بديها لمين بقى؟ قال لي الانديفيدوال، الأشخاص، جروب، المجموعات، كوميونيتي، المجتمع. ماشي، بعد كده ال health education direct individual. ماشي، اللي هو التثقيف الصحي إن أنا بديه للإيه؟ للأفراد. انا قلت ان انا لما ادي دايركت ميثود زي بقى انديفيدوال وجروب وكوميونيتي. طيب اول حاجه نبدا بيها الافراد، وقال لي ات كان بي يوزد تو او يوز ذا انفولونج اوكيشن. بعد كده اف ذير از انديفيدوال هيلث بروبلم ذات كان نوت بي ديلت وذين جروب، ممكن استخدم الطريقه دي لو المشكله بتاع الشخص هو مش عارف يحلها لو كان في جروب، فانا ممكن اخده واحل المشكله بتاعته لما اكون انا وهو بس. تمام، البيرسون ريفيوز تو جوين جروب، لما يكون الشخص رافض ان هو يدخل في مجموعه. during visit to certain health center، خلال الزياره للايه للمراكز الصحيه. counseling يعني استشاره. ماشي، يبقى انا بدي الهيلث اديوكيشن الانديفيدوال عن طريق الحاجات دي، لما يكون الشخص رافض ان هو يدخل جروب، لما المشكله ما تكونش بتتحل في جروب اصلا، لما كاونسلنج استشاره، لما يكون جاي ياخد استشاره يعني، او عن طريق الايه الزياره لاحدى المراكز الصحيه، يعني هو جاي هو اللي بيزورني، انا اللي شغاله في المركز. بعد كده الكاونسلنج اللي هي الايه الاستشاره، قال ان هي تعريف الكاونسلنج اهو بروسيس يوزد تو هيلب بيبل تو تيك ديسيجن، هي عمليه بتساعد الناس ان هم ياخدوا قرار. طيب الكاونسلر الناس اللي هيدوا لي الاستشاره دول، قال لي نيفر تراي تو بيرسويد بيبل تو اكسبت ذير ادفايس، ما بيحاولوش ان هم يلزموا الناس ان هم ايه يقبلوا الادفايس النصيحه بتاعتهم. زي هيلب بيبل بيساعدوا الناس تو ثينك اباوت اول فاكتور، ان هم يفكروا في العوامل كلها related to their problem اللي هي ايه هترجع للمشكله بتاعتهم، and encourage them to choose the best solution، بيشجعهم ان هم ايه يختاروا البيست سوليوشن اللي هو الايه الحل الامثل. opportunity for counseling include، قال لي هي opportunity يعني الاماكن بقى المتاحه للكاونسلنج ده، هاخد فين؟ انا هنقي الحاجات الميديكال سنتر اللي هو المراكز الطبيه، الاوت بيشنت كلينيك اللي هي العيادات الخارجيه، الستودنت ان سكول، انا بدي كاونسلنج للاطفال في المدرسه او الطلاب في المدرسه. بعد كده الرولز بتاع الكاونسلنج، القواعد اللي انا باخدها لما اجي ادي استشاره. قال لي this can be remembered from the word gather، يبقى انا لما اجي اقول رول اوف كاونسلنج اقول كلمه جزر، طبعا كل حرف من كلمه جزر هتاخد ايه جمله تانية. جي جريت ذا بيرسون شو ريسبكت اند تراست، انا هحترم الشخص ده، هبين له الاحترام ليه. الايه اسك اباوت ذير بروبلم، انا هساله عن ايه عن المشاكل بتاعته. التي تيل ذيم ريليفانت انفورميشن، انا هديهم ايه انفورميشن معلومات background information about the health issue، انا هديهم معلومات وخلاص، تلزم
information, relevant information and background information. وخلاص ال H help them to make decision، انا هساعدهم في لما ياخدوا قرار. ال E explain any misunderstanding، انا هوضح اي حاجة مش مفهومة. ال R return to follow up visit، انا هرجع تاني نعمل متابعة من خلال الزيارة. ماشي، ده كان في ال A في الرول بتاع الجزر. تاني حاجة انا قلت ان انا بدي هيلث education او direct message عن طريق الجروب. ماشي، قال لي الجروب تعريفه ايه؟ gathering of two or more person who have common interest، هو مجموعة من الناس او انا هجمع بين واحد two or more person، شخصين او اكتر اللي هم مهتمين بان هم ياخدوا ايه استشارة وكده. عندي الطيب بتاع الجروب بقى او الكاتيجوريكال بتاع الجروب، عندي formal group جروب رسمي وعندي informal group جروب غير رسمي. قال لي الانفورمال جروب، قال لي ده زي ايه؟ بيبول اتندنج ماركت. قال لي ان ذوز جروب بيبول دونت نو ايتش اذر، الناس ما بت... الناس مش بتكون عارفه ايه. انا مثلا في الجروب ده انا ما اعرفش حد فيه، هو ده معناه يعني. نو سبيشال جول، ما فيش هدف محدد اور بلان، ما فيش خطه محدده. نو سبيشال اكتيفيتي، ادام قال نو في الحتت دي يبقى تيجي في صح وغلط. يبقى النو سبيشال جول والبلان مفيش هدف ومفيش ومفيش خطه محدده، ونو سبيشال اكتيفيتي مفيش انشطه محدده وبس عامل ايه كاونسلنج كده. فورمال جروب المذر اتندنج اللي هو الام سي اتش. قال لي الام سي اتش اللي هو الرعايه اللي بتاخدها المذر خلال بقى الحمل، ما قبل الحمل والحمل وما بعد الحمل وكده يعني، هو ام سي اتش وخلاص. السكول تشيلدرن الاطفال في مدارس الاطفال. ان ذيس جروب بيبول هاف سيرتن جول، طب اهو بيفرق لي بينهم اهو، ان في الفورمال بيبقى فيه جول اور بيربوس، زي هاف جول اند سبيشال ليدر بيبقى ليهم هدف، وبيبقى ليهم ايه سبيشال ليدر بيبقى ليهم قائد. يبقى انا عندي الفرق بين الفورمال والانفورمال ان ده فيه خطه وهدف والتاني ما فيهوش خطه ولا هدف. بعد كده المين ايديوكيشنال ميثودز فور جروب اور، هتيجي في اكمل ايه الميثودز اللي هو طريقه ايه، طريقه الطرق الرئيسيه اللي انا هدي بيها استشاره صحيه او تثقيف صحي للناس اللي هم جروب. قال لي ليكتشر محاضرات، جروب ديسكشن مناقشه، ديمونستريشن برضو مناقشه زي كده يعني. الليكتشر المحاضره، قال لي اتس وان واي، هي وان واي ميثودز عشان في تحت تقريبا تو مي او دبل واي سوري. يبقى الفرق بين الليكتشر والجروب ديسكشن والديمونستريشن ان الليكتشر وان واي، تحت بقى ناخدهم ايه دبل واي. اوف هيلث ايدوكيشن ذات ترانسميت انفورميشن تو لارج جروب، لارج جروب بتنقل المعلومات لمجموعه لايه لجروب اللي مجموعه من الناس جروب كبير يعني. كاركترايزد باي بريزنس اوف تيتشر اند نمبر اوف ريسيفر، هي بتتميز ب بيكون في الليكتشر او التيتشر الشخص اللي هيدي المسج الرساله، نمبر اوف ريسيفر هيكون في عدد الناس اللي هم يستقبلوها. to improve the effectiveness of lecture عشان اشجع التأثير بتاع lecture دي it must be combined with other methods especially visual aid، لازم تكون مختلطة ب other methods بطرق اخرى زي الـ visual aid. طيب الـ visual aid اللي هي زي الـ في شاشة انا بشوف عليها كده يعني. disadvantage بقى بتاع lecture، قال لي الـ audience or passive receiver no problem solving، مفيش مشكله بتتحل. no possible of checking learning progress، no possibility هو مش تشيك يعني يفحص، مفيش فحص كامل للايه learning للتعلم، انا مش بدي فرصه كبيره ان انا اتعلم يعني. double way methods it's a double way methods where people discuss، بيكون دبل واي، بيكون دبل ميثودز لما امتى بقى؟ لما يكون البيبل ديسكس هيناقشوا with each other and with educators their major health problem، لما يكونوا لما الناس في الليكتشر لو الناس اللي في الجروب ناقشوا المشكله بتاعتهم مع اي مع الايديوكيتور المعلم في الوقت ده هيكون دبل واي ميثودز مش هتكون وان واي ميثودز. ماشي، يبقى انا اعرف في الليكتشر ان هي وان واي ميثود. تمام، الجروب ديسكشن اهو قال ان هو ايه دبل واي ميثود. ماشي، قال لي where people discuss هيناقشوا with each other and with the educator their major
هيلث بروبلم، الناس بقى بيناقشوا مع بعضهم او مع الشخص اللي هيديهم التثقيف الصحي البروبلم بتاعتهم ايه، المشاكل بتاعتهم. طب الادفانتج بتاع جروب ديسكشن، قال لي بيبل ار ايبل تو بريزنت زير اوبينيون اند اسك كويشن. طبعا هم بيكونوا قادرين ان هم يقولوا الافكار بتاعتهم او الراي بتاعهم ويسالوا الاسئله. مور انفولفمنت اند اكتيف بارتيسيبيشن اوف ذا ممبر، بيكونوا اكثر مشاركه الممبر، الناس بيكونوا اكثر مشاركه. اتس ليد تو جروب ابروفل which is very important for any change in behavior. وطبعا هو قادر ان هو يغير لي في سلوك الناس دي. الرول بتاع الجروب ديسكشن، الرول قال لي الاي تي شود رول، يعني الايه مش فاكره، بس رول قواعد، قواعد ال IT should be held in suitable place. ال IT لازم تتحط في مكان متاح and allow for privacy to encourage people to talk، وتشجع الناس ان هم ايه يتكلم. The size of group shouldn't be large، هتيجي في صح وغلط في الجروب discussion. size بتاع الجروب shouldn't be large، لازم ما يكونش كبير. طب عدده قد ايه من 25 شخص، تيجي في صح وغلط انا قلت. طيب allow for discussion، الوقت المتاح للمناقشه should be suitable، لازم يكون for the group discussion، لازم يكون ايه suitable المتاح للناس اللي هم بتاع group discussion دول، ان هم طبعا يسالوا ويجاوبوا كده. يعني الليدر shouldn't dominate the group، his or her role is to help the discussion، اللي هو اصلا الرول بتاعه او الدور بتاعه ان هو يساعد الناس في المناقشه. انا هاخد ليدر شوتنت دومينيت ذا جروب وخلاص ماشي. اتش ممبر، كل شخص should be respected and encouraged and have the chance to say his or her opinion. طبعا معناها ايه؟ ان الشخص ده لازم يكون يحترم. انا اللي هحترمه، ما جيش اهينه، انا مش جايباه مثلا اعمله مناقشه عشان اهينه فيها. طبعا لازم يكون في فرصه ان هو يقول رايه. بعد كده الديمونستريشن، قال لي هيلب بيبل تو ليرن نيو سكيلز، تيجي في صح وغلط. الديمونستريشن ممكن يقول جروب ديسكشن عادي، لكن الديمونستريشن هيلب بيبل بتساعد الناس تو ليرن نيو سكيلز، ان هم يتعلموا مهارات جديده. اصلا في الجروب ديسكشن هم بيحلوا مشاكلهم بس وبيقولوا افكارهم وكده، لكن ما بيتعلموش مهارات جديده، ده الفرق بينهم. يعني السايز بتاع الجروب مهم. لو كان الانديفيدوال بيبقى فيو يا اما فيو انديفيدوال، عدد افراد صغيرين، يا اما واحد او اتنين، يا اما سمول جروب، وده بيكون من 5 ل 10 من 5 ل 10 فرد. انا قلت في الجروب ديسكشن ان الجروب لازم ما يكونش كبير وبيكون من 25 فرد ماشي. ليرن طبعا في الديسكشن، في الديمونستريشن قصدي، بيبقى في ايه ليرنينج باي دوينج، بيكون انا بتعلم بالفعل. يعني انا وانا بتعلم بعمل. if I hear I know، طبعا دي قاعدة صينية او مثل صيني اصلا، لو انا سمعت انا هعرف. if I see I understand، لو انا شفت هفهم. if I do، لو انا عملت I learn، انا هتعلم. the demonstration has the following step، الستيب بقى بتاع demonstration، I'll explain idea and skill using photograph picture and real object، انا بوضح الايديا والفكره بتاعتي او المهارات بتاعتي عن طريق ان انا هستخدم ايه صور واوبجكت مواضيع. encourage question، انا هشجع الاسئله. to make sure that the people understand، انا هشجع الناس ان هم يسالوا عشان اتاكد ان الناس دي فهمت اللي انا عايزه اوصله. ask one person to repeat the demonstration، انا هسال واحد منهم repeat يعني يكرر او يعيد الديمونستريشن اللي هو المعلومات اللي انا قلتها. اند اسك ذا جروب تو، انا هقول اسك وان بيرسون تو ريبيت ذا ديمونستريشن وخلاص. جيف ايفري وان ذا تشانس تو ديمونستريت، انا هدي فرصه لكل واحد ان هو يعمل لي الديمونستريت اللي هو يتناقش وكده. انا هقف لحد هنا النهارده.